بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للعلامة الشيخ محمد قدري باشا، وشرحه للشيخ محمد زيد الإبياني رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. وصلنا إلى المادة 76. قال: إذا لم يسمي الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل، وكذا لو سمى تسمية فاسدة بأن قال: تزوجتك على هذا الدن من الخمر، فهذه تسمية فاسدة، أو حيوانا مجهول النوع، قال لها: تزوجتك على حيوان، على دابة، على بهيمة، أو مكيلا أو موزونا كذلك، يعني مكيل، تزوجها على أن لها مهر، مهرا كذا كيلا من حب، من حبوب، أو كذا كيلو من ثمرة، حبوب مجهولة، لم يحدد النوع، لم يقل قمحا، لم يقل شعيرا، لم يقل عدسا، كذلك الموزون لم يحدد نوع الذي يباع بالوزن، أطلقه كان مبهما، كذلك يجب مهر المثل. أو نفى المهر أصلا، تزوجتك على أن لا مهر لك، صح العقد ولكن يجب مهر المثل. ويجب أيضا مهر المثل في الشغار، في نكاح الشغار، وأظن مر معنا الحديث عنه. وفي تعليم القرآن للإمهار، يعني إنسان مثلا قال: تزوجتك على مهر وهو أن أعلمك القرآن، صح العقد وبطلت التسمية ووجب مهر المثل، ووجب مهر المثل. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإذا لم يسمي الزوج، يعني لم يسمي المهر، لم يسمي الزوج المهر، إن كان هو المباشر لعقد الزواج بأن كان بالغا عاقلا أو وليه، يعني كان المباشر للعقد الولي، بأن كان الزوج يعني صغيرا أو ملحقا به، ملحقا به مهرا. فإذا لم يسمي الزوج مهرا، فمهرا هنا مفعول به ليسمي، فإذا لم يسمي الزوج فمهرا مفعول به ليسمي، فإذا لم يسمي الزوج مهرا وقت العقد، فالواجب بالعقد هو مهر المثل. وتحدثنا عن مهر المثل بما فيه الكفاية. ويجب أيضا مهر المثل إن كان هناك تسمية، ويجب أيضا مهر المثل إن كان هناك تسمية ولكنها فاسدة كما ذكرنا قبل قليل، سواء كان فساد التسمية آتيا من جهة كون المسمى ليس بمال أصلا، ليس بمال أصلا، كلحم الميتة التي ماتت حتف أنفها، فهذه ليست بمال. وذكرنا في الدرس السابق إذا كنتم تذكرون أن المال
هو ما يمكن ادخاره، هو ما يمكن ادخاره، وإن لم يكن مباح الاستعمال. وذكرنا في الدرس السابق أن الخمر مال لأنه يمكن ادخاره ولا يباح استعماله. أما التقوم، التقوم فيثبت بإباحة الاستعمال، التقوم يثبت بإباحة الاستعمال. فالمتقوم هو ما يمكن ادخاره ويباح استعماله، فإذا لم يباح استعماله لا يكون متقوما، فالخمر غير متقوم، مال غير متقوم. فهنا قال: سواء كان فساد التسمية آتيا من جهة كون المسمى ليس مالا، ليس بمال أصلا، كلحم الميتة التي ماتت حتف أنفها، وكذلك الدم، الدم ليس مالا، الدم ليس مالا، أو من جهة كونه ليس بمال، يعني فساد التسمية من جهة ثانية الآن، من جهة كونه، كون المسمى ليس بمال في حق المسلمين كالخمر والخنزير، هو مال، هو مال، يعني يمكن ادخار الخمر وادخار الخنزير فهو مال، ولكن هذا مال ليس عندنا، أنه لا يباح انتفاعه، لا يباح الانتفاع به، كذلك تفسد التسمية. الوجه الثالث من وجوه فساد التسمية: أو من جهة جهالة نوعه وإن كان مالا في حق الكل، يعني في حق المسلم وغير المسلم، كبيت، تزوجتك على بيت ولم يذكر أوصاف هذا البيت، فتسمية هنا فاسدة، أو دار أو حيوان أو دابة أو ثوب ولم يبين نوعها، نوع البيت والدار والحيوان وغير ذلك، لأن الأثواب أجناس شتى مختلفة، ويختلف ثمنها باختلاف المنشأ وباختلاف الصانع، لأن الأثواب أجناس شتى كالحيوان والدابة، فليس البعض، بعض الأثواب أو بعض الحيوانات أو بعض الدواب أولى من البعض بالإرادة، بأن يراد، لما قال سميتك على حيوان، هذا الحيوان قد يكون عصفور ثمنه مثلا 50، هنقول ثمنه درهم، وقد يكون مثلا هذا الحيوان ناقة ثمنها 200 أو 300 درهم، فليس واحد منهما أولى بأن يكون هو المراد بقوله، لابد من دليل، لابد من دليل يرجح المراد، وغير موجود الدليل، فصارت الجهالة إذن هنا فاحشة فتؤدي إلى المنازعة، فلذلك كانت التسمية فاسدة. قال: فصارت الجهالة فاحشة، وكل جهالة فاحشة تؤدي إلى فساد، تؤدي إلى الفساد. قال: وكذا الحيوان، تحته الفرس والحمار والجمل وغيرها، وكذلك الدار، فإنها تختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها، فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل، فمهر المثل أولى، فنقول إذن يثبت لها مهر المثل. قال: ويجب، إذا يجب مهر المثل متى؟ إذا كانت التسمية فاسدة، إذا كانت تسمية المهر فاسدة، وذكر أوجه فساد التسمية. قال: ويجب مهر المثل أيضا إذا نفى الزوج المهر أصلا بأن تزوجها بشرط أن لا مهر لها. وقال الشافعي: لا يجب لها شيء، هي أسقطت حقها، واستدل بأن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء، كما تتمكن من إسقاطه انتهاء، يعني لو أن إيش انتهاء، يعني ابتداء، يعني في بداية العقد تملك أن تقول أنا لا أريد المهر، بدليل أننا لو سمينا لها مهرا ثبت لها المهر هذا وصار حقها، تستطيع إسقاطه انتهاء، يعني بعد تمام العقد تملك إسقاطه، فإذا ملكت إسقاطه ابتداء
إذا ملكت إسقاطه انتهاء ملكت إسقاطه ابتداء. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. ولنا أن المهر حق الشرعي، المهر هو حق الشرعي من حيث الوجوب، من حيث أنه يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مهرا، واضح؟ ولنا أن المهر حق الشرعي من حيث الوجوب كما عرفت مما تقدم، يعني لما في الدرس الماضي أو الذي قبله في الدروس المتقدمة لما استدل على أقل المهر على أن المهر واجب شرعا، استدل بقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، هذا أراد إيش بما تقدم. وإنما يصير المهر يعني حقها حق الزوجة في حالة البقاء، يعني بعد تمام العقد واستقرار وثبوت حقها في المهر ابتداء، فتملك الإبراء دون النفي، تملك أن تسقط حقها، تسامح زوجها، تبرئ زوجها من هذا المهر دون أن تنفيه بأن تقول لا أريد مهرا، لا تملك ذلك، لأن الذي أوجب المهر هو الشارع جل وعلا، فليس لها أن تنفي ما أثبته الشارع، ولكن بعد أن استقر لها وثبت لها لها أن تسقطه، لأن الأصل أن يلاقي التصرف ما تملكه دون ما لا تملك، هي لا تملك نفي ما أثبته الشارع، وتملك إسقاط ما استقر لها، تملك إسقاط ما استقر وثبت لها. قال ويجب أيضا مهر المثل في الشغار، هذه الصورة الثالثة التي يجب لها مهر المثل. فإذا زوج كل من الوليين موليته سواء كانت بنته أو أخته للآخر على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى صح العقد صحيح، ووجب لكل منهما مهر مثلها بالعقد كما تقدم لك تفصيله في شرح المادة 15. قال ويجب أيضا مهر المثل في تعليم القرآن للإمهار، يعني إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها أن يعلمها شيئا من القرآن فالعقد صحيح والتسمية غير صحيحة، وحينئذ يجب عليه مهر المثل، يجب عليه مهر المثل. المهر تكلمنا مولانا مرة معنا في درس سابق، في الدروس أرجع بحث مفصل حول مهر المثل، لعلك أنت لم تكن تحضر الدرس، مرة معنا ذلك مفصلا. نعم انتظر سيأتي الجواب إن شاء الله. قال الله، يعني إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها أن يعلمها شيء من القرآن فالعقد صحيح والتسمية غير صحيحة، وحينئذ يجب عليه مهر المثل. إذا التسمية غير صحيحة. وقال الشافعي التسمية صحيحة ويعلمها القدر المتفق عليه بينهما، لأن ما يصح أخذ العوض في مقابلته بالشرط يصح تسميته مهرا، وهنا يصح أخذ الأجرة في مقابلة تعليم القرآن على المعتمد والمفتى به، وإن كان الأولى والأجدر بمن تلقى القرآن يعني ألا يأخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن على فرض لو وجد إنسان يعلم القرآن وهو متفرغ لتعليم القرآن وما عنده مصدر كسب رزق لا مانع أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن بشرط ألا يأخذها بالشرط. كيف يعني؟
يعني أن لا يشترط مقدارا معينا. يعلم القرآن فما دفعه، فما يدفعه المتعلم فحي هلا فحي هلا. ولكن لا يشترط يقول مثلا أنا آخذ على الجزء 10 دراهم، على الختم مثلا 300 درهم، بالقراءة الفلانية 1000 درهم، بالقراءة الفلانية 500 درهم، ويجلس أنا أجلس معك بالساعة الساعة. هذا لا يعني هذا لا ينبغي أن يكون، لا أستطيع أن أقول لا يجوز، ولكن لا ينبغي أن يكون. يعني هذا صار يعني أخذ للدنيا بالدين بالدين، فهذا لا ينبغي. وينبغي أن يتنزه أهل القرآن عن هذا الفعل، ينبغي أن يتنزه أهل القرآن عن هذا الفعل. على كل نسأل الله عز وجل، أنا لا أظن أن حاملا للقرآن إلا وقد أغناه الله عز وجل، لا أظن أن واحدا من أهل القرآن إلا وقد رفعه الله، يرفع الله كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفع أقواما ويضع به آخرين، يرفع من أخذه بحقه ويضع من جعل القرآن خلف ظهره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأهلينا من أهل القرآن. فيجوز، قال هنا يصح أخذ الأجرة في مقابلة تعليم القرآن، فيصح تسميته مهرا. هذا دليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وينبغي أن يكون مذهبنا مثل مذهبه، أن يكون مذهبنا مثل مذهب الإمام الشافعي. لما؟ ما هو وجه هذه الينبغي؟ قال لأن المتأخرين من أئمتنا وفقهائنا أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه وعلى الأصل. المتقدمون قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الفقه وعلى الإمامة، قالوا لا يجوز ذلك. ولكن المتأخرين من فقهائنا وأئمتنا أئمة الترجيح قالوا يجوز ذلك. قال أن المتأخرين أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه، فينبغي أن يصح تسميته مهرا، لأن ما جاز أخذ الأجر في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا. هذه قاعدة عندنا وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ولهذا ذكر في فتح القدير في هذا الموضع أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صح تسميته صداقا. إيه نعم. في الواقع أحبابنا، هذه الفقرة الآن التي سنقرأها الشيخ زيد الأبياني رحمه الله الشارح نقلها من البحر الرائق، فظاهر العبارة ما قال فكذا نقول، يتوهم أن القائل من أحسنت الكمال، ولكن ليس كذلك. يتوهم أن قوله فكذا أحسنت، فيتوهم أن القائل فكذا نقول يعني الكمال ابن الهمام، وليس كذلك، وإنما القائل من ابن نجيم، القائل ابن نجيم صاحب البحر رحمه الله تعالى، القائل ابن نجيم، لأن كما قلت لكم الشيخ ابن نجيم صاحب البحر، الشيخ المؤلف الكتاب الشارح نقل هذه العبارة من البحر الرائق، وهذه عبارة البحر. فرجعت إلى الكمال فوجدته اكتفى بنقل مقال لا جوز الشافعي، حتى نقلها أظن بالمعنى، ليس هذا لفظه، نقل الشيخ ابن نجيم بالمعنى. فاكتفى إمام الشافعي رحمه الله بقوله لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صح تسميته صداقا، هذا كلام الكمال. تابع ابن نجيم فقال فكذا نقول. إنعم الله، يعني الكمال رحمه الله لم يفعل إلا نقل قول الإمام الشافعي
دون أن يعلق عليه. ولكن لعل ابن نجيم رحمه الله فهم من نقل الكمال قول الإمام الشافعي وعدم التعقيب عليه أنه موافق له. فقال الشيخ ابن نجيم رحمه الله: فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا، صحة تسميته صداقا. وهذا المبحث أحبابنا في الواقع يعني نسأل عنه كثيرا. فالآن صار لديكم الآن نص تستطيعون الرجوع إليه. قلت لكم هذه العبارة مأخوذة من البحر، يعني لك أنت أن ترجع وتفتش في البحر إن شاء الله في كتاب النكاح باب المهر تجد العبارة موجودة إن شاء الله تعالى. قال: ولم أرى من تعرض له لهذا الكلام، نعم، أو لهذا المبحث، بمعنى أنه ينبغي أن يكون مذهبنا موافقا لمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة. قال: والله الموفق. قال: وهو حسن وجيه. هذا كلام الآن، وهو حسن وجيه، كلام من؟ كلام الشيخ زيد الإبياني رحمه الله. المادة 77. قال: مهر المثل للحرة. سبحان الله، أنت سألتني عن مهر المثل وقلت لك مر معنا. أستغفر الله، لم يمر. الآن سيتحدث عن مهر المثل. أين قرأناه نحن؟ يعني قرأنا أظن مرة معنا لما كنا نقرأ كتاب فتح باب العناية، والله تعالى أعلم. المهم الآن سيتحدث الشيخ عن مهر المثل كاملا. قال: المادة 77. إذا الآن سيأتيك الجواب إن شاء الله مفصلا. قال: مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها، يعني بنت عمتها، ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم يكونا من قوم أبيها. أما إذا كانا من قوم أبيها فلا مانع من ذلك. وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا، فإذا كانت سنا غير لا يمكن مقابلة مهر المثل بالأم. الخالة ممكن، قد تكون خالتها في عمرها، قد تكون خالتها من قومها وفي عمرها، ممكن هذا. فأنا مثلا عندي ابن أخ أكبر من أخي بالسن، فهذا ممكن يعني أن يكون العم أصغر من ابني الأخ. وعندي كذلك ابنة أختي تساوي في العمر مع أختي، فهذا ممكن يعني أن تكون الخالة في سني بنتي الأخت. قال: وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا، يعني زمانا، وعقلا، يعني مثلا البنت التي هي طبيبة دارسة طب أو دارسة مثلا لغة عربية مع شهادة جامعية، دارسة مثلا رياضيات، فيزياء، شريعة، هل تساوي المرأة الجاهلة في المهر؟ لا تساويها. كذلك حاملة القرآن، طالبة العلم الشرعي، الداعية إلى الله عز وجل، هل تساوي في المهر تلك المرأة الجاهلة التي لا تقرأ ولا تكتب؟ أو هل حاملة القرآن يساويها في قدرها وعلو مكانتها
يساويها امرأة لا تحمل القرآن وإن جمعت شهادات الدنيا كلها لا تساويها. التي تحمل القرآن تحفظ القرآن هي أعظم قدرا من أي امرأة لا تحمل القرآن وإن حملت الأخرى شهادات الدنيا كلها. إذا كانت هذه تحمل القرآن ومتخلقة بأخلاقه فهي لا يعلو قدرها قدر. وكذلك حامل القرآن لا يعلو قدره قدر. طبعا إن كان متخلقا عاملا بأمن يعني، والغالب يكون إن شاء الله أهل القرآن هؤلاء يعني إن شاء الله يكونون على سكينة وأدب ووقار وأخلاق إن شاء الله تعالى. قال وعفة وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد. ويعتبر أيضا عدم ولد أي إذا قد تكون ثيبا عندها ولد وثيبا ليس لها ولد فمهر هذه غير مهر تلك. ويعتبر أيضا حال الزوج فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها. ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين، لابد من إخبار رجلين عدلين أن مهر مثل هذه 100 درهم. هذا يحصل طبعا متى؟ عند حصول الشقاق. تزوجها كما مر معنا في قبل قليل، تزوجها على ألا مهر لها يثبت لها مهر المثل. كيف نعرف مهر المثل؟ يخبرنا اثنان ثقتان عدلان بمهر المثل. قال ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين وعدول أو رجل وامرأتين عدول. هذه مكررة. الله. ولفظ الشهادة كذلك يشترط لفظ الشهادة بأن يقول أشهد بأن مهر المثل لزينب 1000 درهم. فإن لم يوجد ذلك لم يوجد المخبر ولم يوجد لفظ الشهادة فالقول للزوج بيمينه مع يمينه. الزوج هو الذي يحدد مهر المثل ويحلف اليمين على ذلك. قال ومهر المثل يعتبر بعشيرتها التي من قبيلة أبيها كالأخوات والعمات وبنات الأعمام. وقال بعضهم يعتبر بأمها وقوم أبيها لأن المهر قيمة لبضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء وليس بشيء. هذا القول يعني ليس بشيء، وإنما ذكره المصنف رحمه الله يعني هكذا للاطلاع. وإنما اعتبر بقوم الأب، اعتبر مهر المثل بقوم الأب لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في من تزوجت بلا مهر لها مهر مثل نسائها، لها مهر مثل نسائها وهن يعني نساؤها أقارب الأب لأنه أضاف إليها مثل نسائها. والإنسان ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه لأنه أضاف إليها. وإنما يضاف إلى أقارب الأب لأن النسب إليه إلى الأب، ولأن قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه، والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه.
ألا ترى أن الأمة قد تكون جارية والبنت تكون قرشية؟ الأم قد تكون جارية والبنت يعني مثلا إنسان قرشي تزوج أمة عند رجل فحملت منه فجاءت ببنت، هذه البنت قرشية مع أن أمها جارية، مع أن أمها جارية، والبنت تكون قرشية تبعا لأبيها. قال: ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قبيلة أبيها، فإن كانتا كذلك من قبيلة الأب مثلت بهما. ولكن كما قلنا لعل هذا غير متصور، لأنه اشترط أن يكون العمر واشترط العصر، يعني قد تكون البنت الأم مثلا لما تزوجت كان عمرها 20 سنة مثلا، فولدت فلما صار عمرها 50 سنة أو 60 سنة زوجت بنتها التي عمرها مثلا 20 سنة، هناك فرق 30 سنة. يعني أذكر مثلا قد مثلا أنا مثلا قد يكون مهر زوجتي قبل 30 سنة مثلا 10,000 ليرة سوري، الآن يقدر المهر بمليون، انظر الفرق. قال: ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قبيلة أبيها، فإن كانتا كذلك مثلت بهما، بأن يكون أبوها قد تزوج بنت عمه فإن أمها وخالتها تكونا من قبيلتها. ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد سنا وجمالا وبلدا وعصرا وصلاحا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد. ذكرنا شرحنا معنى إيش عدم ولد، لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف باختلاف الرغبات فيها. ويعتبر أيضا حال الزوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من النساء، أي في المال والحسب الشرف المكانة في المجتمع وعدمهما، لأن لهما مدخلا في علو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتقوى والسن مدخل من جهة الزوج أيضا، فينبغي اعتبارها في حقه، لأن الشاب يتزوج بأرخص من الطاعن في السن، بأرخص يعني مثلا فتاة عمرها 20 سنة جاءها رجل عمره 60 سنة وجاءها شاب عمره 30 سنة، الذي عمره 30 سنة ربما يدفع مهرا 200 درهم، أما الذي عمره 60 سنة يدفع مهرا 1,000 درهم. وكذا التقي يزوج التقي بأرخص من الفاسق، فإذا لم يوجد، وفي الواقع أحبابنا في الواقع أنا الذي لاحظته في مجتمعاتنا أن المهر في هذه الأيام لا يساوي شيئا، مهما كان المهر مرتفعا، أنا رأيت أناسا زوجوا بناتهم بمهور عالية جدا 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 مرتفعة، فلما تزوجت البنت ما هي إلا أشهر إلا وهي تطلب الطلاق من زوجها. ليه؟ لأنه على خلق سيء. فلما قالوا له تعالى وطلق بنتنا قال: لا أطلق إلا أن تعيدوا لي أن تسامحوني من البهر. هذا أولا. الشيء الثاني طلب تعويضا، ولي تعويض، أنا فعلت العرس دفعت نفقات، وفعلت فرح الرجال دفعت نفقات، وأحضرت هدايا، وفعلت، وبدأ يطلب تعويضا كاملا على جميع، فدفعوا فسامحوه بالمهر
وأرجعوا له جميع ما أعطاهم من هدايا وذهب، ودفعوا له فلوسا من أجل أن يطلق بنتهم. فالمهر لا قيمة له في هذا الزمان، هذا الزمان الذي فسد أهله، المهر لا قيمة له. لذلك كما نقول فاظفر بذات الدين، فاظفري بذات الدين، اظفري بصاحب الدين، بذي الدين. فالمهر لا قيمة له، صارت الآن، صار المهر الآن قيمته معنوية، قيمته معنوية. وإلا إذا كان الزوج غير صالح سيدفع الأهل المهر وأضعافا من أجل أن يتخلصوا من هذا الفاسد. قال: فإذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها، ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة، ويفرض لها مهرها الذي تزوجت به، لأنه هو مهر مثلها. وعندما يراد إثبات مهر مثل امرأة، يشترط إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بأن يقولا: نشهد أن مهر مثلها 100 جنيه مثلا، لأن فلانة التي هي من قبيلة أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا وكذا التي ذكرناها قبل قليل، وقد تزوجت بهذا المبلغ. ولما كانت هذه الأوصاف قلما تتحد في امرأتين، سواء كانت من قبيلة الأوصاف المتقدم ذكرها السن والجمال والمال والبلد والعصر والصلاح والعقل والعفة وغير ذلك، قلما توجد تتفق في ثنتين، قال: ولما كانت هذه الأوصاف قلما تتحد في امرأتين، سواء كانت من قبيلة واحدة أو من قبيلتين، فإن اتفق الزوجان على أن مهر مثلها، اتفق الزوجان على أن مهر مثلها 100 جنيه مثلا، فلا كلام، انتهى، لا نزاع ولا إشكال، لأن الزوج قد رضي بدفع هذا المبلغ لها وهي رضيت بأخذه. وإن اختلفا فمن البديهي أن الزوجة لا بد وأن تدعي الأكثر، طبعا لأن تدعي أن مهر مثلها 200 جنيه، والزوج يقول إنه 150. وحينئذ إذا لم يوجد عندنا من يحدد مهر المثل، فقد هذا المقياس على فرض، من الذي القول لمن؟ القول للزوج. وحينئذ يكون القول للزوج بيمينه، لأنه ينكر الزيادة، والقول لمن ينكرها، فإن حلف لزمه ما يدعيه فقط، يعني 150 درهم أو جنيه. وإن امتنع عن اليمين قال: مهر مثلها 150، صدقناك، ولكن حتى ينفذ قولك لابد من اليمين، قال: لا أحلف. إذن ينفذ قولها هي بأن مهرها 200 درهم. حتى ينفذ قولك لابد من أن تحلف على أن مهر مثلها 150 كما قلت. قال: إن امتنع عن اليمين لزمه ما تدعيه هي، وأيهما أقام البينة على ما يدعيه قبلت بينته. وهذا كله بالنسبة للحرة. وأما في الجواري فإنه ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا وسيدا، يعني الجارية التي عند واحد قرشي، أو عند واحد من آل البيت، أو عند واحد من الأتقياء، أو عند واحد من العلماء، ليست كالجارية التي هي عند واحد فاسق، لأن الجارية تأخذ أخلاق سيدها، ويعتبر مهر مثلها بذلك. قال: المادة 78: المفوضة التي زوجت أو زوجت بلا مهر، زوجت بلا مهر، إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهرا بعد العقد وقبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول، فلها ذلك. المفوضة من؟ التي زوجت بلا مهر، عقد عليها الآن
بعد العقد قالت لزوجها افرض لي مهرا، حدد لي مهرا بعد العقد وقبل الدخول، وجب على الزوج أن يحدد لها مهرا. فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره الحاكم بالفرض، فإن لم يفعل ناب الحاكم القاضي ما نابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود. والأمر أحبابنا في المحاكم الشرعية السابقة طبعا في القضاء الشرعي لا يستغرق إلا ساعة أو ساعتين، أما في هذه الأزمنة يحتاج إلى سنوات، يحتاج إلى سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويلزم الزوج ما فرض لها، يعني الذي فرضه الحاكم صار ملزما، صار الزوج ملزما بدفعه، سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي. وقد علمت مما تقدم أن المهر إما أن يسمى في العقد أو لا، أو لا يسمى، فإن سمي في العقد فإما أن تكون التسمية صحيحة أو غير صحيحة، وذكر تفصيل المسألة هذه سابقا. وإذا لم يسمى في العقد فإما أن يكون مسكوتا عنه أو منفيا، فإن سمي وكانت التسمية صحيحة فهو الواجب، وإن سمي وكانت التسمية غير صحيحة لأي سبب من الأسباب المتقدمة وجود ثلاثة ذكرها قبل قليل، أو كان مسكوتا عنه أو منفيا في العقد تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل، وهذا ذكرناه قبل قليل. فالمهر على العموم، فالمهر على العموم يجب بمجرد العقد، وذكرنا قبل قليل أظن أو في الدرس السابق أن المهر ابتداء أوجبه من؟ الشارع، هو حق الشارع. قال فالمهر على العموم يجب بمجرد العقد، وينبني عليه أنه إذا تزوجت امرأة بلا مهر وتسمى المفوضة، تزوجت بلا مهر تسمى المفوضة بكسر الواو لأنها فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهر، وجب لها مهر المثل في هذه الحالة، لأن المهر في الابتداء ليس خالص حقها بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة، إلى عشر دراهم، هذا كله حق الله عز وجل، وفيه حق الأولياء إلى مهر المثل، إلى مهر المثل، وفيه حقها ابتداء وبقاء، فليس لها أن تسقطه، لأن المهر ابتداء فيه ثلاثة حقوق: حق الله لا يملك أحد إسقاطه، حق الأولياء يملكون إسقاطه، حق المرأة تملك إسقاطه، لكن حق الشارع من أين لأين؟ إلى عشر دراهم، فما فوق عشر دراهم يملك أهل الزوج أولياء المرأة إسقاطه، وما فوق العشرة تملك المرأة إسقاطه، أما العشرة لا تملك إسقاطها، لا هي ولا أولياؤها. ويترتب على ذلك أن لها أن تطلب من الزوج فرض مهر مثلها، ولها قبل الدخول، ولو قبل الدخول، ومتى طلبت منه ذلك يجب عليه أن يفرض لها. فإن قام بهذا الواجب واتفق معها على شيء فبها ونعمة، يعني المشكلة قد حلت، ولو كان أقل من مهر المثل لا إشكال، المهم اتفقا على ذلك تراضيا، إلا إذا كان هناك ولي عصبة، يعني هي اتفقت معه على أقل من مهر المثل، جاز بشرط أن لا يكون هناك ولي عصبة. فإذا كان هناك ولي عصبة كان له حق الاعتراض على المهر، أن يقول لا أنا لا أوافق على 200 جنيه، أنت مهر مثلك 1000 درهم، فإما أن يتمم المهر إلى 1000 أو لا، إلا إذا كان هناك ولي عصبة فله حق الاعتراض في هذه الحالة كما عرفته مما تقدم.
وإن امتنع الزوج من الفرض بعد أن طلبت منه ذلك فلها أن ترفع الأمر إلى الحاكم، لأن ولايته ولاية الحاكم عامة، ونصب ناظرا لشؤون الناس راعيا لمصالح الناس، ناظرا لشؤون الناس يعني راعيا لمصالح الناس. والحاكم يحضره، يحضر الزوج ويأمره بفرض شيء لها، فإن امتثل فرض لها مقدارا ورضيت بما فرضه فبها، وإن لم يمتثل ناب القاضي منابه وفرض لها مهر مثلها بالطريقة التي عرفتها مما تقدم. وحينئذ يعني يفرض الطريقة التي عرفتها كما تقدم يعني قبل قليل، يفرض لها مهر المثل، مهر المثل المبني على شهادة الشهود. وحينئذ يلزم الزوج بما فرض لها في هذا، بما فرض يلزم الزوج بما فرض أو بما فرض القاضي لها في هذه الحالة، سواء كان المفروض بالتراضي أو بقضاء القاضي. قال المادة 77: يجوز للزوج أو أبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد. يجوز للزوج أو أبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد، وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس، بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية. يعني يشترط لصحة الزيادة، يشترط لصحة الزيادة أن تكون الزوجية قائمة، فلا تصح الزيادة بعد الطلاق البائن، طلقها ثم زاد في المهر، لا تصح هذه الزيادة. قال وبقاء الزوجية، وبقاء الزوجية هنا. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الزيادة، أن هذه الزيادة يعني مثلا إنسان تزوج امرأة، عقد على امرأة، وبعد أن تم العقد تزوجها على 1000، وبعد أن تم العقد انشرح قلبه فقال لها أنا سأعطيك مهرك 1500، زادها 500، الزوجية باقية. حصل إشكال بينه وبينها فطلقها قبل الدخول، فإذا طلقها قبل الدخول سقطت الزيادة، نص على ذلك الشيخ المرغناني في الهداية، تسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. يعني معنى هذا الكلام أن هذه إذا طلقها بعد، انتبه، إذا طلقها بعد العقد قبل الدخول ماذا يجب لها؟ نصف المهر. الآن هو كتب فرض لها 1000 درهم، زادها 500، يجب لها نصف 500، نصف 1500، 750. قال لا، هذه 500 تسقط فلا تتنصف مع 1000، فيجب عليه لها 500 درهم فقط. هذا إيش؟ إن طلقها بعد الزيادة قبل الدخول. فالذي يختص بالتنصيف بهذه الحالة ما هو؟ المهر الأصلي فقط دون الزيادة. ولعل الشيخ سيذكر هذا أو لا يذكر، سيتضح الآن معنى الآن. قال فإن سمى، فهمنا معنى بقاء الزوجية، واضح الكلام. فإن سمى المهر في العقد، سمى المهر في العقد وكانت التسمية صحيحة، يلزم الزوج بدفع المسمى فقط دون زيادة أو نقصان، إلا إذا حصلت زيادة على المهر بعد العقد بأن سمى 100 جنيه وزيد بعد العقد 50، فإنه يطالب بالمسمى والزيادة أي ب 150،
ولا يملك هذه الزيادة كل من وليي العقل عفوا ولا يملك هذه الزيادة كل من ولي العقد. لا يملك هذه الزيادة كل من ولي العقد، وإنما يملكها الزوج إن كان بالغا عاقلا، لأنه والحالة هذه تكون له الولاية على ماله، فله أن يتصرف بما أراد كيفما أراد. فإن كان صغيرا أو ملحقا به كمجنون أو سفيه أو معتوه بنص عقل يعني، ملكها الأب والجد أيضا، يملك هذه الزيادة الأب والجد، لأن كل منهما لوفور لزيادة شفقته يكون ناظرا مراعيا لمصلحة تربو تزيد على هذه الزيادة. هو لما هذا الصبي لما زاد الأب المهر زوجها على 100، تزوج ابنه هذه البنت على 100، فبعد الزواج رأى أن المصلحة تستدعي أن يجعل المهر 150. ليه؟ لاعتبارات هو يراها، ليقوي هذا الزواج، هذا الارتباط، زاد في المهر. فولما زاد، زاد مراعيا مصلحة الصغير وليس لإهدار ماله. أما غير الجد والأب لا يملكان ذلك. قال: فلا يملك غير الزوج والأب والجد هذه الزيادة ولو كان القاضي أو الأم، وإنما جازت الزيادة لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض، إذا لم يفرض عند العقد، إذا لم يفرض عند العقد. فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند حالة الزيادة يعني إلى حالة العقد، يعني فكانت الزيادة الحاصلة بعد العقد، هذا معنى قوله فتستند إلى حالة العقد، يعني فتكون الزيادة الحاصلة عقيب العقد راجعة إلى حالة العقد، فكأنه زادها وقت العقد. قال: ويشترط في صحتها، في صحة الزيادة، ثلاثة شروط. الأول: معرفة قدرها. فلو قال: زدتك في مهرك، ولم يعين الزيادة، لم تصح الزيادة للجهالة، يعني فكأنه لم ينطق بهذا الكلام، كأنه ما قاله. الثاني: قبول الزوجة إن كانت مكلفة، أو قبول وليها إن كانت قاصرة الزيادة، قبول الزوجة الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، يعني قال لها الزوج لزوجته: لقد زدتك 1000 درهم في مهرك. ضحكت، بعد يومين أو ثلاثة قالت له: قبلت الزيادة. ما يصح، لا يصح، لأنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، وإن اختلف المجلس. الثالث: بقاء الزوجية بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، بأن لم يقع منه طلاق أصلا، أو وقع منه طلاق رجعي، ولكن العدة لم تنقضي. يعني إنسان مثلا تزوج امرأة بـ1000 درهم واستمر الزواج هكذا شهرا شهرين، ثم حصل مشكلة بينه وبين زوجته فقالها: أنت طالق. طلقة، دخلت في العدة الآن، دخلت في العدة، وهي في العدة قبل انقضاء العدة قال لها: زدتك في المهر 1000. صحت هذه الزيادة. ليه؟ لأن الطلاق هي في عدة الطلاق الرجعي، فالزوجية قائمة، الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي. فقال: الشرط الثالث: بقاء الزوجية بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باق، لأن لم يقع منه طلاق أصلا،
أو وقع منه طلاق رجعي ولكن العدة لم تنقضي. فإن انقضت العدة في الطلاق الرجعي أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تنقضي العدة طلقها طلاقا بائنا قال لها أنت طالق طلقة كبيرة، هذا طلاق بائن لا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين، وهي في العدة زادها في المهر لا تصح هذه الزيادة. وكذلك طلقها طلاقا رجعيا بعد أن انقضت عدتها من الطلاق الرجعي زادها لا تصح هذه الزيادة، لأن عقد الزوجية قد انتهى. ومن باب أولى ما إذا حصلت الزيادة بعد موت الزوجة فقابلت الورثة فإنه لا يصح لانتهاء عقد الزوجية بالموت، وتصح الزيادة على المهر ولو كانت بعد هبته. يعني تزوجت امرأة على 100 درهم، أعطيتها 100 درهم هذه ثم وهبتني إياه أو قالت لي أنت مسامح سامحتني بالمهر فزدتها 500 أو 1000، صحت هذه الزيادة سواء كانت من جنس المهر أو من غير جنسه. كان مهرها مثلا دراهم ودنانير فقلت لها أزدتك على 1000 درهم مهرك ناقة، فصار مهرها الآن 1000 درهم وناقة. ومن فروع الزيادة على المهر ما لو راجع المطلقة رجعيا على 1000 فإن قبلت، شوف انتبه، ما لو راجع المطلق رجعيا راجعها على 1000 فإن قبلت لزمته 1000 وإلا فلا، هذا من فروع الزيادة على المهر. ومن فروعها أيضا أنها لو وهبت مهرها لزوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها، انتبه، وهبت المهر لزوجها ثم أشهد الزوج أن لها عليه كذا من مهرها، يعني دفع لها 100 درهم مهرا أخذته ثم قالت له هذه هدية مني لك، وبعد شهر شهرين قال اشهدوا يا إخوان بأن فلانة زوجتي لها في ذمتي 1000 درهم من مهرها، هذه 1000 تصبح ماذا؟ زيادة. فإن قبلت في المجلس جازت، قال فإن قبلت يعني في المهر في المجلس جاز وصار لها في ذمته الآن 1000 درهم. ووجهه أنه يجب تصحيح التصرف ما أمكن، هو الآن لما قال لها علي من مهرها 1000 هذا تصرف، والتصرف صادر مما من مكلف من عاقب، والشارع ألزم نفسه تصحيح تصرفات المكلفين. قال ووجهه أنه يجب تصحيح التصرف ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل كأنه زاد على المهر. واضح الكلام إن شاء الله. المادة 80 نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.